يبقى الإيمان التصديق الجازم بالقلب، تصديق الجازم ده بوجود الشيء الذي يفسد على الناس إيمانهم، أنهم يدخلون في الإيمان ما ليس من الإيمان، يدخل في الإيمان الوجود والكيفية. نقول له لا، أنت زودتها، الإيمان فقط يريد الوجود فقط، أما الكيفية والصورة فلا ضرورة لها. الإيمان يكفيك أن تعلم أن وراء الكون قوة عليا قادرة حكيمة مدبرة خلقت هذا الكون، هذا هو الإيمان. كيفية وجود هذا القوة دي إيه؟ شكلها إيه؟ نقول مش شغلتك بقى، ما هي شغلة العقل، إنما شغلة القوة نفسها لتنبه عن نفسها، تقول أنا اسمي كذا، لأن دي أمر ما يدركش بالعقل، مطلوب كذا. يبقى إذن الذي يفسد على الناس مسألة إيمانهم أنهم يريدون أن يدخلوا الإيمان ويحشي آخر مش من مطلوب الإيمان. ولذلك حين يعرض الحق هذه القضية يعرضها في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما قال لربه أرني كيف تحيي الموتى. شوف كلمة كيف، كلمة كيف أدخل في الإيمان ما ليس منه. فقال الله له ليصحح له ولنا أولم تؤمن، قال له إيه؟ بلى. يعني إيه؟ يعني آمنت. آمنت بإيه بقى إذن بدل بتسأل؟ يبقى آمن بأنه يحيي، وهذا هو القدر المطلوب. الأمر الزائد عن المطلوب أنه سأل كيف، ودي ملهاش علاقة بالإيمان بقى، ملهاش علاقة بالإيمان. ولذلك السطحيين الذين يريدون أن ينفذوا إلى نقد القرآن يجي يقول لك يا أخي القرآن يقول أولم تؤمن، قال بلى، ومعنى هذه الدلالة في اللغة بلى يعني آمنت، والإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية ما، فكيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ فكأنه طلب لأن الاطمئنان غير موجود، وبطلبه يريد أن يوجد الاطمئنان، والإيمان اللي هو قال عليه بلى آمنت هو الاطمئنان، يبقى في تناقض. يبقى هو ما آمنش ولا حاجة، ما دام ليطمئن قلبه، ما دام اطمئنان القلب هو المطلوب لإبراهيم فكأن الإيمان غير موجود، لأن الإيمان هو إيه؟ اطمئنان القلب، وهو قال بلى يعني آمنت وبعدين قال ليطمئن، يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر الأمر إن في تناقض. نقول له أنت لم تفطن إلى السؤال، أقال هل قال أتحيي الموتى أو لا تحيي؟ قال له كيف، فالسؤال عن الكيفية. إذن فالاطمئنان لا على أصل القضية وجودا من أن الله يحيي الموتى، ولكن بده يطمئن على الكيفية دي شكلها إيه. يبقى إذن الكلام ما فيش فيه تناقض، لأن آمنت يعني بأنك تحيي الموتى. حين تقول الإنسان كيف بنيت هذا البيت؟ أعندك شك في بناء البيت؟ يبقى إذا لما أقول له كيف تحيي الموتى يبقى أنا أؤمن أنك تحيي، بس إزاي الحكاية دي؟ يبقى السؤال عن الإيه؟ إذن أدخل مسألة ما هيش في إيه؟ مش في الإيمان. فربنا قال له دي مش في الإيمان، الإيمان هو إيه؟ إنك تؤمن أنني أحيي بس، هذه القدر. إنما كيف؟ دي بقى نعمل لك العملية قدامك بقى. كيف دي يبقى لازم نعمل لك العملية قدامك، ومش العظمة بقى. وهنا الترقي والتصعيد لعظمة الألوهية يتجلى في انه أعطى الجواب بشكل يصعد قضية الإيمان، مش يخلي بس قضية الإيمان كده، لا ده خد المسألة دي وادانا جواب يصعد ايه؟ وساعد قضية الإيمان. إزاي؟ قال لك لأن الإنسان المخلوق يستطيع أن يعدي أثر قدرته إلى الضعيف. أنا لا أستطيع أن أحمل شيئا، حجر قدامي مش قادر أحمله، أبقى أنا عاجز عن حمله. يوم يأتي واحد قوي
فيعدي لي أثر قوته، وقوته تفضل عنده مش ما جاتليش، ويشيل الحجر لي. يبقى عمل معي إيه؟ عدى لي أثر قوة قدرته، وظللت أنا ضعيف والقدرة عنده. أدي الخلق بالنسبة للبعض، لكن الحق غير كده. يستطيع الحق أن يعدي لك من قدرته، مش ليفعل لك بل ليقول لك افعل فتفعل. هذه العظمة بقى. أيستطيع واحد من الخلق أن يعدي قدرته إلى عاجز؟ لا، لا يعدي أثر قدرته، إنما قدرته لا. فربنا عمل كده ويا إبراهيم. شو الترك بقى والتصعيد، تصعيد للمعنى. يقول له إيه؟ هات أربعة من الطير، انت اللي تجيبه مش انا، وضمهم اليك كده عشان تعرفهم وتتاكد منهم، وقطعهم انت بايدك، وحط انت على كل جبل منهم جزء، ومش بعدين انا ادعوهم ياتينك سعيا، انت اللي تدعيهم يقولك، انت اللي تدعيهم يقولك، انا عاوز انك تجيبهم، تجيبهم انت مش انا بقى. الله. يبقى اذا ادانا في الجواب فايده، وهو تصعيد مناط القدرة في في أنه يعدي قدرته إلى افعل. ولذلك شوف، وأخلق من الطين كهيئة الطير، مش كده؟ فأنفخ فيها فيكون بإذن أنا اللي أنفخ بإذن. وإلا لو ربنا صحها تم هي مسألة سهلة. لا، أدي العظمة بقى في أنه عدى من قوتي. قل له افعل انت، افعل انت مش هني. طب ايه هنا لما احييها؟ لا، ده ان اردت انك انت تدعيها وتحييها انت اللي تحييها. هذه العظمه. يبقى اذا الايمان لا بد ان ناخذ الايمان على قدر الوجود فقط، اما كيفيه الوجود مش مطلوبه في الايه، مطلوبه في الايمان. وما دام نؤمن بالله وبالملائكه وبالكتب ونؤمن بالقدر وخيره وشره كلها، يبقى ده اسمها الحصيله الايه، الايمانيه اللي ملأت الايه، العقيدة. وأنا آمنت بها وهي غيب، وأوصلتها بالجزم إلى مرتبة إيه؟ إلى مرتبة التصديق، حتى يأتي التصرف السلوكي وله رصيد من يقين ينبوعي في القلب وفي الوجدان، مش مسألة سطحية كده. لازم. ولذلك الإيمان هو الإيه؟ هو الركيزة الأساسية، الينبوع اللي هتصدر عنه الحركة. وما دام الينبوع اللي هتصدر عنه الحركه لازم يكون ايه؟ معقود عقد ما يزحزحش ابدا. الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب. هذا الايمان بالغيب قد يكون امر مستور، انا اؤمن وكل حاجه، ولكن تعدي اثار هذا الايمان الى الحركه الحياتيه، ويقيمون الايه؟ الصلاه ويؤتون ومما رزقناهم ينفقون. الله. يبقى جاب حاجة تتعلق بالقلب وهو الإيمان، وشيء يتعلق بالقالب وهي الإيه؟ الصلاة. وشيء يتعرض بعصب الحياة وهو الرزق والمال. يبقى دول العمدة. لو أردت إنك أنت تمسك كل فضائل التعبديات تجدها لا تخرج عن هذه الثلاثة أبدا، قلبيات إيمانية وقالبيات سلوكية خضوعية، خلاص، وأريحيات بذلية في الحياة يفيض بها القادر على العاجز، ليطمئن العاجز إلى أنه موكول إلى أخوة إيمانية تجعله يستقبل الحياة استقبالا لا يخور أمامه أبدا. الله. وتطمئن كل إنسان على أنه إن فقد القدرة على الإيجاد وعلى الفعل فله إخوة قادرون يستطيعون أن يحملوا عجزه على قدراتهم، لأنهم يؤملون أن يحمل عجزهم إن حصل على قدرات الآخرين.